من رأى في المنام أن أسنانه وقعت من فمه. أولا قبل تفسير الرؤيا، على من قصت عليه الرؤيا أن يكون لبيبا في تفسيره، فإن رأى الرؤيا فيها شر فعليه أن يفسرها بطريقة لا تؤلم الرائي، وعلى الرائي أن يقصها إما على حبيب أو على لبيب. إن رجلا رأى في المنام أن أسنانه وقعت من فمه، وهذه الرؤيا تدل على موت الأهل والأقرباء، فلما جاء إلى أحد الناس فقصها عليه وقال له: رأيت كأن أسناني قد سقطت من فمي. فقال له معبر الرؤيا: سيموت جميع أهلك. وذهب الرجل الحزين القلب مفجوع الفؤاد، إلى أن وصل إلى العالم ابن سيرين العالم العبقري، وقص عليه الرؤيا. فلما رأى الإمام أن فيها شرا قال له: يا هذا، سيبارك الله في عمرك حتى تكون آخر أهلك موتا. التفسير صحيح ولكن الأداء مختلف، والفرق بينهما أن الكلمة الطيبة صدقة، سيبارك الله في عمرك حتى تكون آخر أهلك موتا، وتفسير الرؤيا صحيح أنه سيفقد جميع أهله. لكن انظروا إلى الفرق بين التعبير والتعبير.